اهلا بحضراتكم. النهارده بتكلم معاكم على مشكله لشركه ابل، وشركه اعلنت امبارح في خبر يعني عمل ضجه حوالين العالم انه في حوالي 3 ثغرات تم اكتشافهم في السيستمز بتاعه اي او اس الايفون، وانه هذه الثغرات بتؤدي الى مشاكل كبيره جدا في السيستم، ومجموعه من الهاكرز استغلوا هذه الثغرات. هم 3 بالظبط. ثغره بتستهدف السيستم نفسه، بتعمل حاجه اسمها اسكليشن في النظام عشان يقدر ياخد المهاجم صلاحيات اعلى في النظام، وفي ثغرتين تانيين متعلقين ببراوزر سفاري، ودول برضو يعني يمكن الباحثين بيعتقدوا انه هذه الثغرات مرتبطه ببعضها، انه اختراق البراوزر عن طريق دفع المستخدم انه يدخل على لينك معين، وبالتالي يقدر يدخل على البراوزر ويستغل هذه الثغره، ومن ثم يدخل على السيستم فيقدر يركب برامج ضاره او يركب مالوير او سباي وير على الايفون. للاسف الشديد شركه ابل ما اعلنتش تفاصيل كتير عن الموضوع، لكن ده بيفكرنا بالحادثه اللي حصلت في اخر 2020 لما تم اعلان اختراق مجموعه كبيره جدا من الايفونز الخاصه بالصحفيين اللي تم استهدافهم عن طريق سباي وير لشركه اسرائيليه. وطبعا في تحقيقات دايره في الموضوع، لدرجه ان فيسبوك اصلا نفسها رافعه قضيه على الشركه، وبتقول ان نفس البرنامج او السباي وير ده استخدم في استهداف الناس اللي بتستخدم واتساب في فيسبوك. ومايكروسوفت طلعت تصريح قريبا انها برضو هتدخل في الصراع القضائي مع فيسبوك ضد الشركه، لان الشركه نفس السباي وير بتاعها استخدم برضو لاستهداف حاجات خاصه بمايكروسوفت. المهم لازم تعمل ابديت للسيستم بتاع الاي او اس اللي هو 14.4.4، اللي هو اخر تحديث من شركة ابل نزلته امبارح، لانه هذا التحديث مهم جدا علشان تحمي نفسك من الثغرات دي. هذه الثغرات بتعرف في امن المعلومات باسم زيرو داي اكسبلويتس او زيرو داي فولنربيليتيز، لانه في النهاية حضرتك هذه الثغرات تم اكتشافها والشركة ما عرفتهاش غير مؤخرا، وهي نفسها اعلنت انه هذه الثغرات استغلت بشكل كبير جدا من قبل مجموعة من الهاكرز في الفترة السابقة. فزي ما قلت لك دايما، يعني التليفونات ايا كان بقى ايفون اندرويد ايا كان السيستم اللي انت بتستخدمه، مفيش سيستم امن بنسبة 100%. وزي ما قلت قبل كده، هو الموضوع معتمد على سلوكياتك، انت بتحط داتا ايه على هذه التليفونات، لان هذه التليفونات لو تم اختراقها هتؤدي الى مشكلة كبيرة جدا للمستخدم. هو ده اللي حصل فعلا، سواء كنت بتستخدم ايفون او بتستخدم اي حاجة تانية. فمرة تانية التحديث اللي نزلته شركة ابل مهم جدا، لانه تحديث خاص بالسيكيورتي وبالثغرات اللي احنا اتكلمنا عليها. وثغرات الزيرو داي دي ثغرات يعني من الحاجات اللي يعني انا شخصيا بعتبرها سلاح من اسلحة السايبر ويبنز يعني، او الاسلحة السيبرانية، لانه لما بيكون المصنع مش عارف اصلا الثغرة، فبالتالي بيتم استهداف كمية كبيرة جدا من المستخدمين، وممكن هذه الثغرة كمان تباع على الدارك ويب وتباع لجهات بتستخدم هذه الثغرات جوه أنظمة تجسس كبيرة جدا. وللأسف الموضوع ده لا له قوانين بتحكمه ولا له أي إطار تشريعي، وبالتالي الدنيا يعني إيه، أي حد بيستخدم هذه البرامج في التجسس على أي حد، سواء كان بقى زي ما إحنا بنسميهم كده نيشن ستيت أكتورز، أو حكومات بتعمل كده مثلا زي أجهزة الاستخبارات اللي موجودة بره بتستهدف أي حد في أي حتة، وزي كمان الناس اللي معاها فلوس تقدر تدفع اسعار هذه البرمجيات الخاصه بالتجسس، لان البرمجيات ديت للاسف الشديد زي ما قلت لحضراتكم مش هيحميك منها اذا كنت مركب انتي فايروس ولا مركب برنامج سيكيورتي معين، لانها بتستهدف ثغره معينه داخل السيستم. علشان كده اي حد معاه ايفون يا ريت يعني ما يفضلش ايه حاطط في دماغه ان الايفون ده حاجه سيكيور وانه ما بيخترقش، ومفيش سيستم في الدنيا ما بيخترقش. وزي ما قلت لحضراتكم الخبر تم اعلانه بالامس، وموجود الديتيلز بتاعته على موقع شركة ابل، ويا ريت كل الناس تعمل ابديت لاي حد مع ايفون، حتى ايفون اخر فيرجن يا ريت تتاكد انه موجود عليه التحديث الاخير اللي هو 14.4. واستنونا في موضوع جديد لموضوعات سايبر سكيورتي ان شاء الله، يعني نقدر نساعد حضراتكم في الفترة اللي جاية بمعلومات مهمة في المجال، لانه المجال بيتغير كل ثانية وكل دقيقة.